بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية في مادة Workshop and Technical Reports موجهة لطلبة السنة الثانية معاهد الفنية الصحية شعبة فن صيانة أجهزة شابتر 2 بعنوان Machining Process. مهندس مجدي يونس. Overview: Machining Process is the most widely used in manufacturing operation. مفيش مصنع بيستغنى عن الماشين بروس والآلات في تشكيل المادة وتشكيل الشغلة وتشكيل المعادن وتشكيل المشغولات المختلفة الموجودة في المصنع. It is used to obtain part with dimensional and geometrical accuracy and with good surface finish. هنا هو الأبعاد الهندسية والأبعاد وتسوية السطح والكلام ده more accurate على المكنة أكتر طبعا من الإنسان. Machine is performed by removing the excess layer of material. هنا بنسميها allowance اللي هو زي تشريح المادة أو تسوية الأسطح أو إزالة الأجزاء من السطح. Machining considered the most accurate among manufacturing operation. طبعا الدقة هنا مرتبطة بالمكنة و 30-40% من التكلفة هي مرتبط بتشغيل الماكينات أو الماشينينج بروسس. Ship is removed through the relative motion between أي relative motion الحركة بتاعة الشغلة أو الحركة بتاعة القلم على الشغلة كل ديت بتتعمل بماشين تول. يعني هنا وقت أي relative motion هتبقى generated باستخدام الآلة أو الماشين تول. Machining operation are generally more accurate than and productive طبعا يعني هنا دقة زائد إنتاجية أكثر من الهاند operation. وعندنا نوعين اساسيين من الماشين بروس. عندنا نوع دائري او اسطواني سلندريكال ونوع فلات. يعني على حسب الشغله بمشي على الشغله في العدل ولا الشغله بتلف ولا في حاجه بتلف. الشغله بتلف وانا مثبت قلم مثلا زي الليس اللي هي المخرطه او الميلينج او الدريلينج الثقب او السلندريكال سلندريكال جريندنج. الحاجات الفلات زي الشارب شاربر او بلانر او ميلينج او دريلينج او سيرفيس جريندينج على حسب طبيعة الشغلة فبيكون التشغيل. هنا الماشين بروسس بتحتاج كاتنج تول. كاتنج تول دي القلم اللي بقطع بيه او السن اللي بقطع بيه او الستيرس اللي بقطع بيه. الكتر هنا او الصنفرة اللي بصنفر بيها. الكتر هنا مادة مور هارد زان الورك بيس. لازم تبقى الصلابه بتاعتها درجه الصلابه بتاعتها اعلى عشان طبعا تتحمل وتكون ما لا تتاكل بسرعه. عندها هاي ريزيستنس تو كوروجن وعندها هاي تمبريتشر كوفيشنت يعني ما تسخنش بسرعه عشان معنى انها تسخن يبقى هتنتني وهتحتاج تتسن تاني او تحتاج ما يسمى ريشاربنج على اساس انها بردت وتلمت بنقول كده فبتحتاج انها اقعد كل شويه اسن فيها او اظبط فيها او ارميها واجيب واحده غيرها. الماتيريال يوزد ان كاتنج تول. المواد بقى اللي بيصنع منها الكاتنج تول دي عندنا خمس مواد اساسيه: هاي سبيد ستيل اللي هو الصلب بيسميه الصلب عالي السرعه، كربون تول ستيل يعني هنا ندخل الكربون بقى مع الصلب كالوي هنا، كاربايدز مادة الكاربايدز، السيراميكس، الدايموند طبعا من اصلب المعادن وما فيش حاجة تقدر تخدشه ويخدش يقدر يستطيع خدش جميع المعادن على اساس ان درجة الصلابة بتاعته اعلى. خصائص المواد تقريبا بتعلو كل ما بنذكر حاجة بنعلو في الخصائص. الهاي سبيد ستيل دي اللوينج اليمنت ساتش از الكروم او التنجستن او الكوبالت او المولبيدنيوم كل الحاجات ديت سبائك منها وبعضها. الالوي ده بتمبروف الخصائص طبعا بتاعتها الخصائص الحراريه وخصائص الصلابه والصلابه والقوه والمتانه كل خصائص الماده. This material can be withstand temperature up to 550 درجه مئويه يعني لو السن ده بتاع المخرط سخن ما يعملش مشكله لحد يتحمل لحد 550 درجه مئويه. It has ability to cut at higher speed than the tool if it is steel only. طبعا هنا ده اعلى من الصلب نفسه. الكربون طبعا ارخص
وبتتحمل درجة حرارة لحد 150. ويوزد ان تولز ذوس كابل اوف كاتنج سبيد من 15 من 10 الى 15 مليمتر بير مينت، يعني هنا محدود الـ 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 القطع. الكاربايدز ار ميد اوف ذا شيب اوف انسرت وفيري هاي هاردنس اند تمبريتشر اب تو 1000 درجه مئويه. هنا هوت الكات سبيد اعلى من الهاي سبيد ستيل. البرودكتيفيتي هاير برودكتيفيتي اند هاير اكيروسي اند بيتر سيرفيس فينش. السيراميك وايت انسرت ميد فروم الومنيوم اوكسايد وبالهاردنس بيتحمل لحد 1200 درجه مئويه. الكاتنج سبيد اعلى طبعا من الكربون من الكربايد تول اعلى من اللي قبله. هو بس عنده مشكله السيراميك طبعا الفرجيليتي اللي هي الهشاشه بتاعته عاليه جدا، درجه الهشاشه يعني هنا بيبقى الصلابه حاجه والهشاشه حاجه تانية، انه ممكن سهل الكسر يعني ضعيف في التحمل العام. الدايموند اللي هو دي اعلى ماده بقى ذا موست هاير هاردنس ماتيريال وهاي تمبريتشر اند كوروجن ريزيستنس عاليه جدا، تصل الى 200 مللي يعني تقدر 20 سم في الدقيقه، يعني قوه قطع عاليه جدا جدا. دي طبعا بالاضافه الى هاي بريسيجن تيرمنج، يعني درجه الدقه عاليه في الدوران وفي القطع. برضو الفراجايل بالنسبه للايه للهشاشه والكلام ده. وبالاضافه لعيب تاني انها طبعا الدايموند الماس، ماده الماس غاليه جدا، فبيدينا اشكال برضو في الكاتنج تول ماتيريال بنلاقي فيها شكل التروس وشكل الاسنان وشكل البنط البنطه وشكل الازميل، يعني اشكال مختلفه بنلاقي الاسنان دي كلها على حسب طبيعه الماده والستيل ولا من الدايموند ولا من السيراميك، بنلاقي الاسنان ديت الحده والزاويه وزاويه القطع وحسب سرعه الدوران والترس ده بيركب في ايه وكلام من ده، فبيكون درجه القطع. وطبعا بتركب القطعه على حسب المكنه وحسب الشغله. تيرنينج ماشين اللي هي الليس ماشين اللي هي المخرطه، اول اله عندنا في الماشين البروس اللي هي المخرطه. المخرطه طبعا ما فيش ورشه ما فيهاش المخرطه، منتشره جدا واسعة الانتشار، مفيش ورشة بتستغنى عنها على مستوى العالم كله. الوظيفة الأساسية للمخرطة is to remove metal from a job، يعني بشيل قطع من الشغلة to give the new required shape and size، يعني بشكل الشغلة بيه، بشيل منها زيادات، بقطع، بجوف، بعمل تجويف، بعمل الغوص، بشكل من الشغله وبشيل منها اجزاء عشان اشكل الشغله كما اريد. The job of securely and rigidly held in the shock، طبعا الشغله بقى هنا ايه بتتحط في ظرف والظرف ده يقفش على الشغله او يمسك على الشغله والماشين دي بتدور والظرف ده يدور اجينست مقابل ايه بقى؟ مقابل سنجل بوينت كاتنج تول اللي هي سن القلم او اللي بنسميه قلم القطع عشان يرموف على حسب الدوران وحسب خطوات الدوران بيرموف من الشغله المطلوب. الانجن بقى هنا بتاع المخرطه ذا موست بيزك سمبلست فورم اوف ذا ليس، ده هنا اللي فيه موتور طبعا وفيه دوران وفيه باور انجن وفيه صندوق سرعات وفيه زليس كان بي يوز تو كاري اوت اذر اوبريشن اولسو، زي حاجات بقى تاني تعمل دريلنج، تعمل ثقب، تعمل ريمنج تسويه، تعمل بورنج او تيبنج او تيبر تيرنينج سكرو تعمل او تعمل كاتنج او جريندنج، كل العمليات المختلفة. يعني المخرطة آلة كبيرة جدا وأشكالها كبيرة جدا وتشكيلاتها كبيرة جدا. أجزاء المخرطة أو الكونستراكشن بتتكون من ست حاجات: الماشين بيد، الستوك الهيد ستوك زي أو الجير بوكس، والتيل ستوك اللي هو اللي بيسموه الغراب، الكارج اللي هي العربية، الشك اللي هو الظرف اللي بثبت فيه الشغلة، والكاتنج تول ده بنعتبره جزء لوحده وان كان ده جزء بيضاف ويثبت في المخرطة له مكان لتثبيته طبعا.
بتثبت هنا في الظرف في جزء من المخرطه اللي هي العربيه المتحركه. ماشين بيد اللي هو الجسم الاساسي بتاع المخرطه، ديت البيز اللي هي القاعده الاساسيه اللي كله بيركب عليه. ده اتقل جزء طبعا، وده ريجيد وتقيل وبيتعمل بالكاستنج بيس اوف كاستنج ميد تو سبورت اذر اكتف بارت، كل الحاجات التانية راكبه عليه. بنشوف الكارج اوف ذا ماشين ريست اوفر ذا بيد، العربيه بقى بتتثبت على الايه؟ على الـ الـ على قضبان كده بحيث انها تبقى منزلقه وتتحرك عشان سهوله حركه الشغله اللي بتبقى متثبته فيها. هيد ستوك اسمبلي، الهيد ستوك از ذا فرونت سكشن اوف ذا ماشين ذات اتاتشد تو ذا بيد. ذيس اسمبلي كونتين ذا موتور، دي بتحتوي بقى على الموتور اللي هي الرسمه بتاعتها باينه، وفيها الدرايف سيستم اللي هي اداره الوحده، وفيها الفيكسيشن، بيكون الفيكسيشن للشغله بيتثبت فيها زي الظرف اللي هو بتاع الشغله يتثبت في هذه الجزئيه. بعد كده التيل ستوك، التيل ستوك هنا اللي هو الجزء الخلفي، الجزء الخلفي نير سكشن اوف ماشين ذات اتاتش تو ذا بيد، ده متصل بالبيد. اتز يوز تو سبورت ذا اذر اند، ده بيمسك الشغله من الناحيه الثانيه او بيتحرك بالشغله. تو الاو ات تو روتيت، عشان الشغله لما يلف على سبندل الشغله تدور على بدوران الايه؟ السرعه بتاعته. الكارج اللي هي العربيه از ذا بلاتفورم ذات سلايد الونج سايد ذا ورك بيس الاوينج ذا كاتنج تول تو كات اواي ماتيريال از ات موف، يعني هنا الكارج هنا العربيه اللي شايله الشغله وبتتحرك بيها. الشك اللي هو الظرف بنفس منظره كده زي الظرف بتاع الشنور اللي بيمسك على الشغله بحيث انها تبقى وجود فيكسد وما يبقاش في حركه او اهتزاز اثناء الدوران، وياخد اشكال مختلفه على حسب طبيعه المخرطه كبيره او صغيره او كلام من ده. الكاتنج موشن عندنا فيه برايمري موشن او فورميتيف موشن اللي بيسميه، عندنا الكاتنج موشن والفيد موشن، وعندنا اوكزيلري موشن زي بقى اندكسنج موشن واديشنال فيد موشن وريليفنج موشن. في حركات بقى للمخرطه، ممكن اعمل ميول، ممكن اعمل لكن الحركه الاساسيه عندنا هنا ان بيبقى فيه البرايمري موشن اللي هي حركه الدوران، وفي الدايركشن اوف فيد موشن اللي هي الايه؟ التغذيه بنسميها، الشغله ماشيه والقلم ثابت بياكل فيها بشكل معين، وفي الكاتنج موشن اللي هي القلم بيدخل قد ايه في الشغله دي بنسميها الكاتنج موشن. فعندنا اكتر اتجاه للحركات دي ريلاتيف تو الموشن، انها كلها حركات بالنسبه لبعضها، لكن هي في الاساس كده سرعه التغذيه اللي هي لو انا بعمل لولب مثلا او بعمل الغوز بتلاقي الشغله ماشيه كانها لينير، لكن الشغله بتلف، فالدايركشن هنا برايمري موشن، دي برايمري موشن اللي هي اللف ده. لكن طب السن اللي بيغرز قد ايه؟ دي بنسميها الفيد موشن. كل الحركات المختلفه ممثله في الرسم اللي قدامنا. اشكال الشغلات بتاعت المخرطه، النتيجه بتاعت شغل المخرطه في عندنا التيرنينج، يعني ان انا بعمل تيرنينج يعني بدور واقطع برفع الحاجه، بالترفيع ده بيكون داخلي او خارجي. بعمل فيسنج يعني بقطع من جزء برفع بس مش بزاويه، فالفيسنج ده برضو داخلي او خارجي. الجروفنج ان انا اقطع من النص افرغ حته من النص كده، افرغ حته من النص يعني الاول طبعا التيرنينج والفيسنج من الاطراف، لكن الجروفنج من النص. الفورمنج بعمل تشكيل، بعمل فيه انحناءات وفي بعمل انحناءات داخليه او خارجيه برضه في الداخل او في الخارج. ثريدنج، ثريدنج انا بعمل الوز داخلي او الوز خارجي، فاكثر من شغله او اكثر من شكل، والاشكال مبينه في الجراف اللي قدامنا. الكاتنج سبيد اوف ليس، لو احنا تصورنا ان عندنا اسطوانه قطر اسطواني حجمه دي كابيتال
وبقى عايز ارفعه لحجم دي سمول، سرعة التغذية هيمشي بسرعة كام؟ بسرعة كام ملي متر في اللفة بنسميها اس. السن بتاع القلم هيدخل الدبس اوف كات هيبقى تي، والان هنا الروتيشن سبيد كام ريفوليوشن بير مينت، فبيكون الفي سي اللي هي كاتنج سبيد بتساوي الباي في الدي في الان على 1000، وديت ملي متر بير مينت. الدبس اوف كات القطر الداخلي، يعني بقى هقطع قد ايه؟ القطر الخارجي ناقص القطر الداخلي، طب ده مقسوم على 2 لان انا بقطع من ناحيتين لما بشوف الزاويه، لو عملت مسقط جانبي فانا باخد بقسم على 2، يبقى ده انا دي كابيتال ناقص دي سمول على 2. الماشين تايم بتبقى ال، اللي هنا بتبقى اللينس طول الشغله، اللي هنا طول الشغله في على الاس في الان. فدي حسابات المخرطه وحسابات وقت التشغيل. وقت التشغيل هنا اهميته في ان انا لو بعمل مثلا مخرطه بتشكل مسامير بألوز معين، لازم يبقى معروف وقت الشغل قد ايه، على اساس ان المخرطه دي هتشتغل فردا، يعني العامل هيشتغل قدامها ساعتين، الورديه ساعتين اللي هيقعد يقف قدام المخرطه، فيبقى معروف انه هيعمل مثلا 100 مسمار، طب عمل 50، طب عمل 100، طب عمل 150، يبقى لازم معروف وقت الشغل، يبقى الوقت الباقي وقت ضايع او هو مش عارف يشتغل او كلام من ده. وبعدين حسابات الوقت بالنسبه للمكن دي حاجه مهمه جدا في هندسه الانتاج، ما ينفعش ما يبقاش معروف حسابات الوقت، وانت بتشتري المكنه نفسها بيقول لك انتاجيه المكنه كذا على حسب سرعه القطع، لان ممكن يكون المكنه ضعيفه نفسها، فانت مبطئ الحركه عشان مش قادره تاكل في الشغل او كلام من ده. فسرعه التشغيل دي مهمه جدا جدا في الالات عموما. بنيجي بعد كده هنعمل تحسينات على المكنه بقى، كمبيوتر نيوميريكال كنترول ليس، يعني اللي نبدا ندخل الكمبيوتر، المبدا بتاع الكمبيوتر ايه؟ كمبيوتر نيوميريكال كنترول، ان انا بدخل، انا طبعا بعمل ايه؟ انا عندي حسابات، عندي الفيد والدبس والمسافه والقطع والعمق وكل الحسابات دي، ما دي حسابات وارقام. فلو اتبرمجت المكنه وبقت المكنه شغاله اوتوماتيك والتغذيه دي المكنه خدتها من الكمبيوتر، فالدنيا تبقى كويسه جدا. فده اللي حصل بقى الوقت، الماكينات الحديثه بقت كنترولد ويز كمبيوتر. اللي المكنه بتشتغل بكده كنترولد باي كود، الكود ده زي البي ال سي ساعات او الاوتوماتيك جنريتد باي كمبيوتر سوفت وير، زي كانه برنامج. والنمبر اوف فاليو بيحصل كوردينيشن بقى وتنسيق بقى بين التشغيل، بياخد اوامرها والمكنه المخرطه بتاخد اوامرها من المكنه. each number or code is assigned to particular operation، كل رقم بيعني شغله معينه بتتم على المكنه، وبيبقى المكنه بقى ملحق بيها كمبيوتر، والكمبيوتر اللي بيديلها الاوامر، وهنا التلقين بقى هو بس اللي ممكن يكون يدوي وتبدا المكنه تشتغل هي نفسها. لا ده في مكن غير كده بقى، المكن اللي بتطلع مسامير بشكل معين بسلمها البار وهي تقطعه المسامير وتقلوظ وتعمل اكتر من مرحله. طبعا ده كله نمرك كنترول عالي جدا، كمبيوتر نمرك الكنترول عالي جدا. وتطور الامر بقى، فيه كمبيوتر يساعدنا في المانيفاكشرنج، ويساعدنا في الكمبيوتر ديزاين، في الديزاين بيسموه كاد وكام، اللي هي الكمبيوتر يساعد في التصميم او الكمبيوتر يساعد في التصنيع. هنا هو بيحصل حاجات كتيره جدا بقى، ازاي الكمبيوتر بيوفر الوقت والكفاءه وحاجات كتيره جدا بقى في هذه الاجزاء. البيزك سي ان سي برنسبل مبني على ايه بقى؟ مبني على الدايمنشن ومبني على الاكسس. يعني احنا عندنا مثلا عارفين لما الشغله تمشي وادخل فيها بالقطع، يبقى انا عندي تو دايمنشن، عندي محور اكس ومحور واي عمود عليه. لا ده هنا بقى المكنه لما تشتغل بالكمبيوتر ممكن يبقى عندي 3 محاور، يبقى تطلع وتنزل كمان، ومش كده وبس، لا ده وتعمل ميول، يبقى انا اقدر اعمل لحد 5 محاور في المكن. والناس بتشتري المكن بهذا النوع، يقول لك المكنه دي 2 اكسس او 3 اكسس او 4 اكسس او 5 اكسس، فعلى حسب كل ما المكنه بقى لها محور زايد او اكس زايد، كل ما المكنه بقت فيها دقه عاليه وامكانيه تشغيل عاليه. ولو لاحظنا الرسمه اللي موجوده بتلاقي فيها اكس ونلاقي واي عمود عليه ونلاقي الزد عمود على الاثنين، ونلاقي فيه واي وبي تاني، في وورك تيبل للترابيزه نفسها ممكن، وممكن اعمل ميول تاني، يعني الاقي فيه اتجاهات تانيه، الاقي الزد نفسها ممكن تلف، يعني الاقي اتجاهات مختلفه واوضاع للتشغيل مختلفه، تطلع لي امكانيات عاليه جدا في الشغله وجيده في الشغل.
المزايا والعيوب بتاعت الكمبيوتر نيوميريك كنترول طبعا عاليه جدا. المزايا هاي ريبيتابيلتي، التكراريه بقى هنا عاليه، والبريسيجن عالي. طبعا زي ما الاير كرافت بارت، اجزاء الطائرات والكلام ده، واجزاء السفن طبعا والحاجات الكبيره طبعا. فوليوم اوف برودكشن از فيري هاي، انتاجيه عاليه برضه، حجم الانتاج عالي. كومبلكس كاونتر وسيرفيس نيد، يعني حاجات معقده وكومبلكس وصعبه ممكن الالات بهذا الشكل تعملها. فلكسبيليتي ان جوب تو تشينج او اوتوماتيك تول سيتنج او ليس سكراب، كل دي مزايا. مور سيف، امان، هاي برودكتيفيتي، بيتر كواليتي، جوده عاليه، كفاءه جوده وتشغيل عالي. ليس بيبر ورك، فاستر. البروتوتايب كمان دي ميزه كبيره جدا، لما تيجي تعمل النموذج الاولي تطلعه بسرعه وتعدل فيه بسرعه، ما يبقاش فيه مشاكل. ريدكشن اللود تايم، يعني اللود تايم اللي هو زمن التاخير، ما فيش تاخير او الديلي تايم او كده، ما فيش تاخير. لكن في مقابل المزايا لابد في عيوب. من العيوب بقى بتلاقي كوستلي سيت اب، يعني التركيب بقى بيبقى مكلف حبتين. وسكيلد اوبريشن اوبريتور، لازم اللي بيشتغل هنا يكونوا مدربين كويس وعندهم مهاره، وبدل ما كانوا بيشتغل بعمال هتشتغل بفنيين، وبدل ما كانوا فنيين يبقوا مهندسين. كمبيوتر بروجرام نولج ريكواير، ده خلاص بقينا عايزين كمبيوتر بقى، يبقى الناس اللي شغالين لازم يكونوا مهندسين بقى، يكونوا اكفاء على كفاءه عاليه. المينتننس از ديفيكال طبعا، لان انت بتصين المكنه وبتصين الكمبيوتر وبتصين برامج دخلت عندك عوامل جديده، فالعوامل دي كلها عايزه معالجه وعايزه شغل. وبكده بتنتهي الليس. شكرا والى محاضره قادمه.